سلسلة دروس المحاضر، نسخ مقرر إلكتروني إلى مقرر إلكتروني آخر. بتستخدم الخاصية دي لما بيكون عندك مقررين على نفس نظام إدارة التعلم وبتقوم بتدريسهم لمجموعتين مختلفتين من الطلاب. قم ببناء أحد المقررين كاملاً، بعدين انتقل إلى المقرر الآخر الفارغ، ومن خيارات المقرر اختر استيراد import. استيراد المقرر الدراسي: حدد المقرر القديم اللي محتاج استيراد المحتوى منه، اختر العناصر والمحتوى اللي محتاجهم. واضغط على استيراد، هيقوم النظام بمعالجة الاستيراد وهيظهر لك رسالة تفيد باكتمال الاستيراد بنجاح.